صباح الخير عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبصحه جيده. انت اللي كتشاهدي فينا جديده، ما نقولك غير اشتركي بالقناه وفعلي الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد. اما انتم مشتركين تاعنا من بدايه القناه، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. كلكم عسل يا عسل، توحشتكم بزاف. كيما راكم تشوفوا البنات، وصفتنا النهار اليوم سوفلي. كيما راكم تشوفوا البنات، تعمدت اني نحط لكم في النتيجة في بداية الفيديو باش نحمسكم تكملوا معنا الفيديو للنهاية نتاعو. نتمنى انكم تجربوه. السوفلي البنات تاعنا النهار اليوم كيما راكم تشوفوا فيه، شوفوا كيفاش البنات كان ينقص فيه، راهو كي القطن البنات، ما عندي ما نقول لكم عليه، بنين ويهبل يهبل. ما انا نشجعكم غير باش تجربوه وتخليو لنا رايكم في التعليقات، ونروحوا نشوفوا البنات الوصفة تاعنا النهار اليوم. ما نقولكم غير هيا معايا البنات باش نشوفوا الفيديو تاعنا النهار اليوم كيفاه. كيما راكم تشوفوا البنات الفيديو، اعتذر، كيما راكم تشوفوا البنات الوصفه تاعنا النهار اليوم تاع السوفلي. حنبداو بالعجينه هي الاولى، نخدموا العجينه هي الاولى، نخليوها تركح، من بعد نروحوا للحشو تاعنا. العجينه تاعنا المرحله الاولى واش حنديروا فيها؟ عندي ملعقه تاع اكل حليب مجفف، عندي ملعقه تاع اكل سكر، وكذلك ملعقه تاع اكل خميره الخبز. عندي كذلك البنات عندي ربع لتر تاع ماء يكون دافي، الماء تاع الماء البنات يكون دافي. انا استعملت ربع لتر، اني مكيلتها معكم بالكاس، واستعملت فرينة تاع ماما البنات باش اللي تحب تستعمل الوصفة يعني المقادير يجيوها مضبوطة. الآن البنات أنا جبت لايسيبيون تاعي، حنحط فيها ملعقة من الخميرة والسكر والحليب المجفف، البنات الملعقة تاع الأكل، حنحط عليهم ربع لتر ماء يكون دافي كما راكم تشوفوا البنات، حركيه مليح. من بعد راح نضيف الفارينة. الكاس اللي راكم تشوفوا فيها البنات انا استعملت زوج كيسان برك، نحط الكاس الاول ونحرك، من بعد نضيف الكاس الثاني. حركي يا البنات حتى ما تلقاوش الحبيبات هذوك في الخليط تاعكم، حاولوا كي تحركوا ما تخليوش الحبيبات، حاولوا تذوبوهم كامل مع الماء هذاك. انا ضفت البنات الكاس الثاني وراني نخلط باش الحبيبات اللي عندي تاع الفرينه يذوبوا كامل ويولي الخليط تاعك متجانس. كيما راكم تشوفوا البنات انا حركت مليح حتى ولا الخليط تاعي ما فيه ولا حبيبات، ما فيش الحبيبات نهائيا. درا انا غطيته بورق الطهي. بالنسبه للبنات الورق الشفاف هذا راهم يطيبوا به عادي البنات، راهو ما يذوبش. اللي بغات تغلف به في الفرن تاعها ولا تقفل فيه الدجاج، تربط به الدجاج، حد دجاجه محمره ولا، راهو ما يذوبش البنات، يعني استعمليه وانتي عينيك مغمضين. من بعد ما حطيت الخليط تاعي يخمر، انا جبت الخضره البنات تاعي كما كنتو تشوفوا، استعملت حبه من كل خضره اللي عندي، انا حنستعمل كميه صغيره. قشرت الخضره تاعي كما شتوها وغسلتها البنات، دوك راني نقطع فيها مكعبات صغار. قصوها البنات غير مكعبات صغار كامل باش طيب لكم بالخف. من بعد ما شتوني البنات قطعت الخضرة تاعي كامل، حطيت المقلة تاعي درت فيها شويه زيت تسخن، وحطيت اول حاجه البصله والثوم، حطيتهم باش يذبالوا لي بلا عقل.
انا ما قويتش البنات الغاز، خليونا الغاز تاعكم ناقص باش طيب على عقلها. ضفت لها البنات ملح وفلفل اسود للبصل تاعنا باش يساعدها باش تذوب، والملح تاعنا يخليها تطلق الماء اللي فيها، راح يمد نكهة بنينة على الكيف. شكون عنده مشاكس كيما انايا دار فيا حالة البنات؟ وين الروح يروح، حاجة اللي نقيسها يقيسها. كيما راكم تشوفوا البنات، المهم بعد ما ذبلت لي البصلة تاعي انا حطيت معها البطاطا والزرودية هما الاولين باش يطيبوا بالخف. في الوقت البنات اللي خليت فيه البطاطا تاعي مع الزروديه والبصل الطيبو، الخليط تاعي تاع العجينه راهو اختامر. كما راكم تشوفوا البنات انا درت الملح، كل واحد يملح على حسب الرغبه تاعو. من بعد استعملت ربع الكاس اللي استعملت به الفرينه زيت، يعني نفس الكاس اللي كيلت بها البنات الفرينه درت الربع تاعو زيت، وراني نذك نهبط لها في الخمور هذاك تاعها ونخلطها مع الزيت والملح. من بعد راح نضيف الفرينة البنات، انا ضفت الكاس الاول. ونخلط حتى تول تضيفي بالفرينة وتزيدي حتى الخليط تاعك يتماسك. البنات لازم الخليط تاعكم ما يكونش يابس، لازم العجينه تاعكم ما تجيش شايحه. انا استعملت البنات 3 كيسان، والكاس الرابع راني حطيتو البنات قدامي كيما راكم تشوفوا، ونضيف بالشوي. العجينه راح تتلاصق في يدي بزاف، راح نضيف غير بشوي ونعجنها، راح تتلم وحدها البنات وتولي ما تلصقش، راح ترطب معاكم على الكيف. راح تعجنيها حوالي 2 دقائق ولا 3، وتغير الفرينه الكاس الرابع هذاك راح تضيفي منه غير شوي، قيس ما تلصقلكش برك، يعني ما تكبيش بزاف. انا ما لحقتش البنات النصف تاعو. كيما راكي تشوفي البنات هي بدات تتلم معايا العجينه تاع السوفلي. شوفوا البنات كيفاه كي تلم، كيفاه ولات رطبه. انا حنحطها البنات في الريسيبيون تاعها ونخليها تختامر. بالنسبه للبنات الكاس الرابع تاع الفرينه نسيت ما صورته لكمش، انا استعملت غير ربع الكاس، يعني ما استعملتش الكاس الثاني، ما وصلتش للنصف تاعو نهائيا. من بعد ما كملت البنات الخضره تاعي راهي طابت. بعد ما طابت الزروديه والبطاطا ضفت لها القرعه، كي شتها زادت دخلتها الطيابه كملت لها الحبه تاع الطوماطيش، وكي طابوا نحيتهم حطيتهم يبردوا على جنب. ومن بعد جبت الفرماج تاعي حليته حطيته في الصحن باش يسهل عليا الخدمه. من بعد البنات لقيت العجينه تاعي اختامرت، هاني جبتها البنات قدامكم وراني نقص فيها هكاك، نديرها كعبر كعبر صغار، كل واحد القيس تاع الحبه اللي يحب، غايدير حبه كبيره ولا يديرها حبه صغيره. ها هو نار المشاكس تاعي البنات، هو ثانيوي يسلم عليكم. شت ماما، اعتذر البنات لهنا تقطع لي التصوير وانا حسب راني نصور. الحبه الاولى ما بانتش قدامكم،
كما راكم تشوفوا البنات انا درت الحبه هذه الاولى ما بانت لكمش، مي دوك ندير معكم الباقيين وتشوفوهم. المهم البنات كما راكم تشوفوا راني نفتح في العجينه تاعي، نحط الحشو، ونحط الحشو المتكون من الخضره لاي وحده انها تقدر ديرو، ما تقولش معقد ولا فيه مكونات بزاف. كما شفتوا البنات انا ضغطتها عليها ساعه بالفرشيطه، من بعد كما راكم تشوفوني ندور فيها. البنات لهنا اضغطوا نتوما عليهم مليح، ولا ديري شويه تاع البيض وعاودي دوري باش يخرج لك هذاك الدائره باش يلصق لك ما يتفتحلكش في الفور. انا تفتح لي البنات ما ضغطتوش مليح، من بالك بني كان يديرونجي فيا. وهذه الحبه البنات كما راكم تشوفوا درتها على شكل ضفيره، راح نكمل البنات انا يا الحبات اللي بقاولي بنفس الطريقه. والشكل اللي يحب اللي يعجبك استعملوا البنات اي حاجه تكون عندكم في الدار، ماشي شرط الوصفه كيما نمدوها لكم كيما تستعملوها. كاين اللي ما عندهمش كاين، مش شرط لكن انا استعملت في الوصفه اللحم انت تستعملي اللحم، ونفس الشيء اللي نديرو انا. كل واحد والافراد تاع العائله بالك ما عندكش، مش شرط انك ديري نفس الشيء اللي مديتهولك انا في الوصفه. تقدري تبدلي، انا هنايا درت خضره لكن انت عندك اللحم مرحي، تقدري تضيفي اللحم مرحي مع الخضره تاعك. تقدري ما ديريش الفرماج، تقدري ما ديريش اللحم، ديري الدجاج لكن عندك طيبيه وتفتتيه مع الخضره، ديري واش تحبي البنات. ما تزيروش رواحكم وما تفرصيوش على جيوبكم، حافظوا على جيوبكم البنات. هاني نقولكم رانا في بيريود البنات راهي ماهيش مليحه، مالا حافظي على جيبك اختي افضل. كيما راكم تشوفوا البنات انا السوفلي تاعي راهو طاب، كيما راكم شفتوه في كاس السنيوه. انا انا نحبو صفر، طيبتو صفر كيما راكم تشوفوا. ان شاء الله يكون عجبكم. والحبيبات اللي يعني حمر درتهم للزوج تاعي يحبوا حمر ما يحبوش صفر كيما انا. البنات ما تعمروش الصينيه تاعكم عن بالك انا، لصقوا لي في بعضهم. شوفوا البنات كي نحيتهم تحطوا من بعضهم، حاولي في الصينيه تاعك تحطي ما با ربع حبات، انا حطيت بزاف ونسيت باللي راح ينتفخوا يلصق في بعضه. المهم البنات كيما راكم تشوفوا الوصفه تاعنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم ونالت الرضا تاعكم. شوفوا البنات كيف هاني نضغط عليه وهو راهو سخون وماهوش يتعجن. شوفوا البنات راهو هذا وين خرجته من الفور، شوفوا السخانه كيفاش راهي تطلع. المهم البنات انا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعنا نهار اليوم، راهي كي القطن العجينه. نتمنى تكون عجبتكم، وما تنساوناش بالاشتراك في القناة البنات وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. بالنسبة للي ما يوصلهمش الوصفات تاعنا نقولها معليك غير تنحي الاشتراك وتعاودي تشتركي من جديد باش يوصلك الاشعارات تاعنا. اما البنات اللي جربوا الوصفة تاعنا نتمنى انهم يمدونا الرأي تاعهم، ما عليا ما نقول لكم غير بقاو على خير، وان شاء الله تكون صحتكم بخير، وما تنساوش تدعي وربي يهز علينا هذا الوباء ان شاء الله يا رب. ونخليكم في امان الله ورعايته.